الهدف انه اساعدكم كل واحد فيكم انت ايش تحب وانت ايش تحبين ايش اللي يناسبك اكثر تاخذينه. ليش؟ لان العدسه وسيعه. شف هات يدك، انت تعرف كاميرا الايفون شكلها؟ طيب شف يدك المسين، هذا الهواء شوف كيف كبيره مره. صحيح. لو كان الجسم كبير شوي الان توخر يدك وتصور. طيب ضغطتين على هذا الزر، دائما رجعوا سيده سنتر. ايوه رجع سيده، امسك الجهاز. طبعا انا مركب عليها ستاند، الكاميرا تصور 360 درجه. امسكه ثبته بيدك، فر الكاميرا زي كذا، اسحبه بعدين فرها الجهه الثانيه. طيب جو برو باور اوف. لما نصور الصوره نحتاج احيانا نطبعها على ورق. هذه طابعه ورقيه صغيره. جلست وجهت الكاميرا صورت، جابت لي المسرح كامل.